لما نصب معاوية ابنه يزيد لولاية العهد، أقعده في قبة حمراء وجعل الناس يدخلون ويسلمون على معاوية، ثم يميلون إلى يزيد، حتى جاء رجل ففعل ذلك، ثم رجع إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، اعلم أنك لو لم تولي هذا أمور المسلمين لأضعتها. وكان الأحنف بالمجلس ساكت، فقال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا بحر؟ فقال: أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت. فقال له معاوية: جزاك الله عن الطاعة خيرا، وأمر له بمال. فلما خرج الأحنف لقيه الرجل بالباب، فقال: يا أبا بحر، إني لأعلم أن شر ما خلق الله تعالى هذا وابنه، ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال، فلسنا نطمع في استخراجها إلا بما سمعت. فقال له الأحنف: يا هذا، أمسك، فإن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها.